بالنسبه انسى ها هو هادشي هذا كله كيدخل للريه ديال الانسان ها هو هذا كله بالنسبه للانسان كيشطفو وما كاينش جهه معنيه اللي خدام ينتبه للصانع هذا التقليدي. انت ماشي بالنسبه للتشققات هو هذا شوف بالنسبه للتشققات انت كتشوف هو هذا كل الفندق هو كيتشقى وكاين بلايص واحد اخرين اللي معرضين اكثر من التشققات هادو بالنسبه للصانع التقليدي انتم شوف الناس اللي كيعاني انتم بالنسبه انت ها هو هادشي هذا كله كيدخل للريه ديال الانسان ها هو هذا كله بالنسبه للانسان كيشطفو وما كاينش جهه معنيه اللي خدام ينتبه للصانع هذا التقليدي هذا هو بالنسبه للسراجم انتم كتشوفوا السراجم ما كاينش شي واحد بالنسبه للسراجم انتما كتشوفوها ما كاين حتى شي تهويه من هنايا وعدونا بالله كاين داك السبيراتور غادي يخدم داك السبيراتور ما خدم وما والو الصانع التقليدي وخلاوه ها هو كيما وريتكم كيما وريتكم بالنسبه لها انتم ها المره الثانيه ها هي ها انتم ها هو سبع معايا خان وشوف انت هذا الدجاج ها هو هذا شوف ها هو بالنسبه لهذا الدجاج هذا كيدخل للريه ديال الانسان كيشطفو الانسان وكيدخل للريه ديالو هاد الناس هادو التالي ديالو كيتركب عليه الله يجعل السلامه شي مرض التالي ديالو حيت اي واحد الا خدت النفخه هي التالي وبقيت كتخوي فيها هادشي هذا نار على نار راه غتكحل كما كان الديكور ديالها ما ذلك للريه ديال الانسان وما ذلك للكبده ديال الانسان شنو غادي يدخل لهادشي هذا هادشي هذا راه ماده ديال النحاس هادي راه ماده ديال النحاس اللي كتلصق في الحيط وكتدخل للريه ديال الانسان كتنفخها يوميا زائد شنو هو السبب في هادشي هذا اللي كيعطل على هادشي وهي التهويه ما كايناش للانسان اي محل انا اللي دخلت له ما فيش تهويه كنطالبوا الجهات المعنيه بالاجماع دخل وتشوف هاد المسائل هادي اللي وقعت في هاد المركب هذا هادي بسم الله صاحب جلاله شوف هادشي هذا اللي كتعاني منه هادشي هذا وتصلحوا اللي بغينا نشيروا ليه والامر مهم وجد مهم هو ان التهميش اللي وقع في هاد المركب وحاشا لله وسيدنا سلمونا هكا حنا الشتاء دارت فينا حاله يعني انت كتشوف كما كاين التشققات كاينه في سميتو وهذا الشيء حنا راه ماشي حنا اللي درناه راه الوضع اللي تفرض علينا هو اللي دارو يعني حنا راه حنا تعطات لينا واحد اللقمه اكثر من فمنا يعني حنا ما بقاش بيدينا واش نحتفظوا على هذا الشيء ولا ناكلوا وليداتنا يعني الظرفيه ديال الصناع الصناعي التقليدي راه كيعرفها العالم اننا حنا كنتعشاو من القوت اليومي ديالنا وهذا هو اللي جعلنا نوصلوا لهاد سميتو انتم كتشوفوا الماء مطرطق لنا في جميع الجهات الشتا ملي كتجي راه حنا ممنوع علينا باش نحطوا شي حاجه على برا لان كلشي كيقطر علينا وكلشي كذا يعني حنا ما حنا هادشي خصو هادشي هادي تصرفات عليه مبالغ كثيره ولكن باش الا بغيتي تصلح هادشي ولا الا بغيتي تواكب هادشي راه خصو مبالغ كثيره حنا راه حنا قدروا لنا واحد المره قالوا لنا شحال باش يمشي هاد المركب هذا باش تحافظوا عليه بقينا كندرنا له تقييم ونزلنا 35000 درهم قلنا لهم هادي تكشهريين الا بغيتو نحتفظوا عليه ونحتفظوا على بصمه سيدنا كما ونحتفظوا على الدم ديال وجهنا كما صناع تقليديا هادشي لما 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 وصلنا لهم هادي تقريبا من ترحلنا لهنا وصلنا لهم هاد الرساله ما جاوبوناش عليها بقينا مواكبين كنزولوا من القوت اليومي ديالنا ونصرفوا على ولكن لا حول ولا قوه الا لنا الا بالله سبحانه وتعالى حنا هاد الشيء راه حنا غيره عليه كصناع تقليديا وغيره عليه كناس اللي اختارهم سيدنا نصره الله وعطاهم هاد الخير ديال سيدي ربي ولكن راه لا حول ولا قوه الا بالله وكنشدوا الاحتفاظ لان هاد الشيء لا من طرفنا حنا ولا من طرف المسؤولين حنا كلشي مفرط راه حنا هادشي راه حنا كناديو باش نحتفظوا على هاد البركه اللي عطانا سيدنا نصره الله وشكرا. المعاناه ديال التهميش هنايا دابا حنايا كانوا عندنا وعود مع هاد الناس اللي حولونا من اللي يدونا لهنايا دابا اصبحنا هنا بحال مجورين ما بقى يسول فينا حتى شي واحد كاع في مره حنا بغينا بحال دابا ناس الله يجازيهم بخير يشوفوا من اجل هاد الصناعه هادي راه صناعه عندها قرون وقرون باش ما تنقارضش وداك الشيء يشوفوا من حالنا بحال دابا ويجيو ويسولوا فينا شنو خصكم الصناعيه وكذا وكذا حنا ما كنطلبوا منهم حتى شي حاجه غير الدعم المعنوي
ويشوفوا شني كيخص الصنايعيه، هادشي اللي كاين.